النهارده انا حابب اتكلم عن استثمار الوقت. في حاجه اسمها استثمار الوقت، بس مفيش حاجه اسمها ترتيب الوقت. في حاجه اسمها ترتيب اولويات، لان ال 24 ساعه هم ال 24 ساعه، مهما رتبت فيهم هيفضل 24 ساعه. في مقوله بتقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، وفي مقوله تانية برضو بتقول لك الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. لابد ان تستثمر في كل دقيقه بتجي لك، عشان الهدف او الحلم ما بيجيش غير مره واحده. وبما اننا احنا بنتكلم عن استثمار الوقت، يعني في نموذج جميل جدا من الشباب جه في ذهني وانا بتكلم حاليا بيستثمر وقته جدا، نموذج اهل بلده كلهم بيشوفوه وبيحبوه وبيبصوا عليه كتير. نرحب بيه معانا ان شاء الله في موسم تاني وفي الموسم الجديد، الباشمهندس شريف الباجوري. ان شاء الله نموذج معتز به من الشباب. وقبل ما ابدا الفقره بتاعتنا النهارده بمناسبه اليوم العالمي للاب، حابب اقول لكل اب كل سنه وانت طيب، وحابب اقول لوالدي كل سنه وانت طيب على وقفتك جنبي، انت والدي وانت اخويا، وكل سنه وباباك طيب يا سهام. انت طيب يا احمد وباباك طيب، وبابا بيتفرج علينا دلوقتي، واقول له كل سنه وانت طيب وربنا يخليك لينا يا رب. كل سنه وهم طيبين كلهم. يا رب. كلنا عندنا مواهب، بنتولد عندنا موهبه، بس في ناس بتكتشف موهبتها وبتستثمرها، وفي ناس بتعيش عمرها كله تدور على الموهبه ومش بتلاقيها، لان مش بتلاقي اللي يساعدها. مش لازم نكون كلنا يعني دكاتره ومهندسين، لا، احنا ممكن في جزئيه صغيره جدا نكون ناجحين ومبدعين ونحس بسعاده ورضا. وعندنا نموذج على فكره احمد، انا مبسوطه جدا الحلقه النهارده كلها نماذج حيه جدا عن استثمار وقتها. ايوه، بيعرفوا يستثمروا وقتهم. معانا نموذج عارف موهبته من الاول خالص خالص، من وهو صغنطوط جدا وبدا بيها. اهلا بيك يا شام، ازيك يا حبيبتي؟ نرحب بيك يا برنسيسه. شام منورانا جدا النهارده في الاستوديو، بنرحب بيك. شام، عايز اعرف مين اكتشف موهبتك، يعني مين اكتشفك كده وانت صغنطوطه كده، ومين قال لك ان انت عندك الموهبه دي؟ انا اكتشفتها. لا، بس ماما قالت لنا بره ان هي اللي اكتشفت الموهبه. عشان بتساعدني شويه. بتساعدك كتير في الموهبه. قولي لنا، عرفتها ازاي يعني؟ بدات ازاي يعني؟ بدات عادي. بدأتي حسيتي انت بتحبي تعرضي ازياء وكده؟ شفت نفسك كده حد حلو كده وتعرفي تعرضي ازياء يعني وكده؟ شطوره. طيب شام، احنا معانا صور هنتفرج عليها دلوقتي. احنا عرفنا ان انت بتعرضي، انت موديل بتعرضي ملابس لشركات ملابس للاطفال. هنشوف الصور معانا، وعايزاكي تقولي لي انت يعني بتعملي ايه مثلا؟ بيقول لك الحركه، عايزين الحركه دي كده يا شام، او تمشي كده، ولا انت اللي بتعملي حاجه من عندك يعني؟ انت انا بعمل حاجه من عندي، عشان يعني انا بحب اعمل حاجه من عندي. انت عندك مواهب يعني تعرفي تقولي كده الحركه؟ لا لا، انا هعمل الحركه بتاعتي وكده يعني. طيب واللبس مثلا، لو جالك فستان وانت حاسه ان هو لونه وحش جدا او موديله مش حلو، هتعرضيه ولا هتقولي لهم لا مش هعرضه؟ لا هعرضه، عشان انا بعرض كل حاجه، الموديل زي بيعرض كل حاجه. بس لو حاجه انت مش حباها تعرضيها؟ هي عادي.